FM. الكلمة ليك. ضيفنا الأول اليوم السيدة تهامي الميداني رئيس جمعية تونس للجميع. سي تهامي صباح النور، مرحبا بك. صباح النور. سي تهامي، عندكم جمعية متاعكم تنظم ملتقى تحسيسي لإرساء مجالس بلدية ناجعة وذات تمثيلية شاملة غدوة السبت. الملتقى هذا باش يكون بحضورك أنت بطبيعة، إضافة إلى مختصين من المجتمع المدني، مختصين في القانون كما معز عطية رئيس جمعية كلنا تونس، والسيدة جنان الإمام الدكتورة في القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس. أكيد الموضوع موضوع الساعة، خلينا نقوله بعد ما تهنينا على التحوير الوزاري، تو الانتخابات البلدية هي من أهم الحاجات اللي سنة في المواطن التونسي، خاصة اللي هي انتخابات اللي هو كانت واضحنا وتعطينا فكرة على الملتقى هذا. هو اختيار اليوم الساعة يوم 9 سبتمبر عنده أكثر من دلالة، لأنه التاريخ الأخير لتوقيع سيادة الرئيس على أمر دعوة الانتخابات. دونك إذا كان ما يصيرش الدعوة متاعهم غدوة، فالانتخابات متاع 17 ديسمبر ماهيش باش تصير. الحاجة الثانية اللي تهمنا احنا هي كونه غرق المواطن بأعلام اللي مع واللي ضد الانتخابات. اللي مع الانتخابات يظن كونه باش يربح، واللي ضد الانتخابات في بالك باش نوخروها باش يربح. الإشكال هذايا يخلي المواطن مسكين ما هو فاهم حتى شيء. احنا عملنا منظومة جديدة باش المواطن يجي خدمات أحسن ونحسنه من البلدية ونحسنه. تو عنا 7 سنين واحنا نستناه. في 7 سنين هذوما اللي احنا نستناه فيهم طلعونا بطلع قالوا هاو باش الانتخابات في 2017. باهي سيدي مرحبا، انت ايش حضرت لها انتخابات 2017؟ انت عملت قانون وعملت دستور اللي باش تخترع به صاروخ تاع بلديات، وخديتونا فهمتني مبادئ مستوردة، وما قلتوش كيفاش باش تقع النقلة من المنظومة القديمة للمنظومة الجديدة. وجايين تقولوا في 2017 انا باش نعمل انتخابات. الانتخابات هذية ماناش جاهزين ليه، الإدارة ما عملوا موقع لهاش تأهيل باش تعرف شنية المنظومة الجديدة وكيفاش تخدم. عدة آليات غير موجودة، حاجات ما يعرفوهاش الناس. تو مثلا برشا ناس تجهل اللي فما باش تولي فما حرس بلدي، برشا ناس ما هيش فاهمة شنية العلاقة الجديدة ما بين رئيس البلدية والمعتمد. علاقة جديدة هذه كيفاش باش تكون؟ التصور متاعنا احنا كامل نقول وراه فما بلديات وفما اقاليم. اي الاقاليم شو بينا سكتنا عليها؟ واش بينا ما نحكيوش على الانتخابات الجهوية؟ وكي يولي رئيس جهة شنو علاقته بالولي؟ المجتمع، الناس اللي المواطن العادي ما هو فاهم شيء، قاعدين كل مرة نجيو نحكيو بكلام صعيب فهمتني. والله فما كلمة يمكن حتى مواطن ما سمح في الفصل 134 من الدستور، نقولوا تتمتع جمعيات محلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها. توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدأ التفريع. فماشي واحد لهنا في تونس فسروا هيل. نحكي على المواطن، أنا احنا مواطنين ما نفهمين حد شيء، معناها هزينا وي هو السؤال. لو السياسيين فاهمين خير منكم. فاحنا نطالبوا تو، وربما باش نكونوا احنا من الاوائل اللي باش نطالبوا استفتاء إعادة النظر في القوانين هذه كل. بس تهامي كنا وقفنا على العديد الإشكاليات، خاصة المفاهيم اللي مش فهمها المواطن والناس كل، خلينا نقول حتى صحفيين حتى تقريبا سياسيين بيدهم اللي عملوا القوانين، القانون هذا والقوانين هذه مش فهمينها. انتخابات كما قلنا حضرنا الحصيرة قبل الجامعة، الانتخابات باش نعملوا انتخابات، فهم برشا حاجات ناقصه قبل الانتخابات، اهمها فهم هذا الانتخابات وكيفاش باش نتعامل انا نهار اخر المعتمد شنو باش نتعامل معاه.
الوالي كيفاش يكون وظيفته شنية بالنسبة إذا كان باش يكون فما رئيس مجلس جهوي، إذا كان فما رئيس بلدية لشكون يرجع، كيفاش باش تتم العلاقة، كيفاش المواطن مع شكون باش يتعامل، وكيفاش الدولة باش تمشي بعد انتخابات البلدية إذا كان صارت في 17 ديسمبر 2017. شوف احنا كل شيء نعمل فيه بالمعكوس، الجمعيات تعمل في السياسة والسياسيين يحبوا يعملوا حاجة أخرى. احنا شو نقوله؟ نقوله وراو إذا كان نحبوا نبدلوا نظام سياسي يلزم تكون فما عملية بيداغوجية باش نفسروا للمواطن، وبعد نجي نقوله شبيه المواطن ما يهموش الوضع وشبيه المواطن ما يحبش يصوت، ما هوش فاهم، فهمونا خليونا نحلموا باش نجيوا معاكم ونثنيوا الركبة. أما إذا كان تقولوا حاجة والضد متاحة وفي البلاتوات ما نسمعوا كان عرك سرادك، كيفاش تحب المواطن العادي ينضم للمنظومة هذه ويسندها ويقف معاك؟ خلينا نمشي ونحكي وندخل شوية في صلب الموضوع سيد التهامي ونحكيه على المجالس البلدية. الانتخابات هل باش تصير حسب رأيك ولا لا؟ حسب رأيي ماش باش تصير. علاش؟ شنو الحاجات الناقصة اللي باش تخلي إمكانية القيام بالانتخابات البلدية؟ شنو اللي ناقصنا؟ من ناحية الإجرائية هذيك اللي باش يتوقفوا عليها وباش يقولوا الانتخابات ماش باش تصير، ولكن من الناحية الفعلية يلزمنا 3-4 سنين نخدموا باش نجموا نعملوا بلديات. وما نحبش ندخل في المواضيع السياسية اللي هذا يحب يستغلها بالانتخابات الجاية نحكي ناقص الانتخابات. نحكي من ناحية العقلانية. أنا كمواطن شو نقول؟ نقول هل استكملوا القوانين الكل؟ طيب من ناحية الإجرائية فما بعض قوانين يستكملوا يدخلوا، ولكن وقت اللي نقرأ أنا الدستور إيش يقول لك؟ يقول لك تتمتع جامعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها وتنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجامعات المحلية. هاي بديناش نخدم عليها الجريدة هذية وين باش تصير وكيفاش؟ ما يلزم تحضر أول مجلس بلدي باش ينعقد يلزم القرارات متاعه تنشر في الجريدة الرسمية متاع البلدية. إذا كان دخلنا احنا في عهد جديد متاع بلديات وين هذي؟ هاي ما فماش. والأمثلة الحكاية كل مرة يقول القانون يتم تحديد النظام المالي للجامعات المحلية بمقتضى القانون. أنا هو القانون، هل هو قانون جامعات ولا قانون تكميلي آخر؟ هذه الرزنامة متاع القوانين ما هي جاهزة. اثنين، الرزنامة متاع آليات التعامل في صلب الإدارة ما هي جاهزة، وحتى إداري في البلدية ما في باله به. هو مستانس يخدم قانون 74 بتجي من نهار الغدوة تقول له راه تبدل القانون وتبدأ تسقط عليه في القوانين بالواحد بالواحد، وباش تبدا عندك اجراءات غلطه. وشكون باش يمشي ضحيتها؟ باش يمشي ضحيتها المواطن. فاحنا نطالب كونه يوضحوا لنا الامور هذه الكل. وقت اللي تجي انت تقول لي شرطه بلديه وحرس بلدي، هاي سؤال كبير ياسر هذا. ورئيس بلديه شنو السلطه اللي عنده على الحرس وعلى الشرطه؟ وينجم يعاقبهم ولا ما ينجمش؟ وينجم ينتدب ولا ما ينجمش؟ إذا كان حابين ناخذ ونستلهموا من تجارب أخرى يلزم نستلهموا المنظومة ككل، مش ناخذ منها حاجات وحاجات لا، خاطر بعد ما تركبش على بعضها. وقت اللي جيت تقول لي أنت نرجع له هذايا مبدأ التفريع، مبدأ التفريع يقول لك الخدمة تعطيها السلطة اللي أقرب للمواطن. به احنا بقرار عنده فوق من 60 سنة نحينا الحماية المدنية من عند البلديات، مش رجعوا الحماية تو البلديات؟ راو مشاكل ومقترحة مطروحة مشاكل كبار ياسر. فعايشكم يفضلكم اعملوا لجان مختصة، اعملوا وضحوا اموركم وبعد اخويا يجاو نحكيوا. لكن في المقابل ستهامي المواطن مل عنده من 2011 هو في نيابات الخصوصية تقريبا، ناخذ فكرة أبسط حاجة النظافة ما هيش قاعدة كما يلزم، حاجاتكم الأوساخ كلها مطيشة، الخدمات المباشرة المواطن معطلة بدرجة كبيرة، مصالح المواطن بدرجة كبيرة، جرة النيابات الخصوصية اللي مكبلة هي زادة، حتى الناس اللي تقلد المسؤوليات مكبلة بالقوانين ومكبلة بالشرعية. خلينا نقوله قديش يقعد يسنى المواطن يقول قائل
بجددني ثلاثة ولا أربع سنين أخرين في نيابات خصوصية. النظام هذا فاشل نظام النيابات الخصوصية، تنصيب نيابات الخصوصية اللي تقريبا المصالح المواطن مجمدة من 2011. شوف سيدي المصالح مجمدة من 2011، أما خير نكملوا ونحضروا حاجة باهية ولنزيدوا نهلكوها ما عادش تقف على سقيها جملة. خاطر إذا كان ننتخبوا المجالس بالقانون اللي موجود حاليا، أولا ما يتغير حتى شيء من اللي هو موجود تو، اثنين باش يوليوا المجالس متاعنا نهار كامل هما في البلاتوات متاعكم يتعاركوا كسرادك. خاطر الإشكال الكبير تو ناخذوا مثلا ناخذ منطقة كنت أنا عليها قبل رئيس داير جبل جلود. جبل جلود من نهار 13 جانفي موقعش تعيين رئيس دائرة، معناها رئيس دائرة مشى وقت اللي وفاة الصلوحية في أفريل تسمى مجلس ما جاها حتى رئيس دائرة، تو عندهم شهر من يعينوا رئيس دائرة، جاء مرة وما عادش رينيه. تقول لي المجالس هذايا النيابات الخصوصية كان خدمناها بالقدية راهو لاباس عليها. تو كيفاش بلدية تونس تقعد مدة هما 25 قعدوا 17 واربع دوائر فارغين ومن بعد توا زادوا عملوا لحقوا ثلاثة برك، علاش ما لحقوش الناس كل؟ وعلاش دوائر ماهيش محكومة؟ وقت اللي أنت باش تعمل بالقانون الانتخابي اللي موجود اليوم غير قادرين باش نخرجوا رؤساء دوائر من المناطق نتاعهم، أخاطر القانون يقول كونك تنتخب على قائمة مش تنتخب في الدائرة. ومن بعد يطول الشرح، ولكن هنا نجم نقول لك راهو في ال 15 بلديه دائره بلديه نتاع تونس تلقى ثلاثه اربعه ربما ما همش ممثلين، ونفس الحاله للمدن الكبرى. اخويا انا باش ندخل المدن الكبرى كلها في ازمه، يهديكم يجعل منكم، راجعوا هالقوانين. وهذايا الموضوع نتاع الملتقى نتاعنا، نحبوا الناس واللي تفهم واللي عنده ما يقول واللي يحب يعاون يتفضل بحذانا غدوه باش نناقشوا المواضيع هذه. يعطيك الصحة سي تهامي الميداني، أكيد مواضيع كبيرة لازم تطرح وتتسأل ولازم نراجع روحنا قبل غوص في المسائل هذه. نخلي لك مود لفان سي تهامي بخصوص الموضوع اللي تحب تخدم به. نختم بمثل تونسي يقول لك ما تغيس إلا ما تقيس ولا قياس بعد الغرق. أحسن ما نغرقوش. سيدي بارك الله فيكم على الاستضافة. مجهود المجتمع المدني اليوم قاعد عامل حزام حماية للبلاد، والرأي الآخر فهمتي اللي مطروح في المجتمع المدني. وأنا نمن رأو بقناعة أنه اليوم كشفنا ماكرون كيفاش طلع وشفنا حزام المجتمع المدني اللي توا دخل البرلمان وشباب وغيره أون مارش، فما نظريات كبيرة تقول أنه في غضون العشرين عام الجاي المجتمع المدني سيحكم العالم ولن يبقى مكان للأحزاب وانهيار نظام الأحزاب. يعطيك صحة، حضروا رواحكم ستة. شكرا. لا احنا مش هذاك الهدف متاعنا، الهدف متاعنا هو كون المواطن يعيش في أمن وأمان ويلقى الخدمات ويولي مواطن صالح. وهو نورمال ما السلطة نوفيز كسا لا السلطة نوفيز كسا بلاس. يعطيك صحة ستو هامي الميزاني. الكلمة ليك.